هل يفهم مما ذكرتم أثناء الدرس أنه يجوز للإنسان أن يكرر العمرة في السفر الواحد؟ وهل هناك حد لعدد العمرات في السفر الواحد؟ ما هناك حد، ويجوز تقارب العمر في زمان متقارب، لكن إذا كان في مكة فالأفضل أنه ما يطلع من مكة، لأجل بقاءه في مكة أفضل من العمرة، يبقى في الحرام يصلي ويعتكف، يصلي كل صلاة، الصلاة الفريضة في الحرم عن 100,000 صلاة، أفضل من العمرة بكثير. كونه يبقى في المسجد الحرام أفضل له من أنه يروح يجيب عمرة، والراحة فهو جاهز، لكن يفوت عليه أجر كثير. نعم.